مسار الأزمة لا يلاحظ لا جديد في هذا البيان المشترك، بحيث أنه هو بيان من أجل التأكيد على الموقف السوداني والمصري، باعتبار أن السودان ومصر موجودة وترفض كل الإجراءات الأحادية التي تتبع أثيوبيا في شأن الملأ الثاني. وهذه الاجتماعات وهذه المباحثات تأتي غدا جولة لوزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي لبلورة وتسويق الموقف السوداني لدى القارة الأفريقية وحشد تأييد. وكذلك يأتي إبانة التصريحات الخطيرة التي أعلنها وزير رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي السيد وزير رئيس الوزراء الأثيوبي، الذي تحدث في أكثر من مناسبة وأطلقها كذلك نائب وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الخارجية الأثيوبية، بحيث أن أثيوبيا يعني مقبلة ومزمع على بناء أكثر من 100 سد. فهذه هي تهديدات جدية، باعتبار أن أثيوبيا الآن تتحدث بأن سد النهضة وهي مقبلة. الآن أثيوبيا تتحدث بأن الفكرة هي في ملء وإقامة سدود أخرى، فهذا يشكل تهديد للموقف السوداني وتهديد للموقف المصري. فبالتالي في تقدير هذه الاجتماعات تأتي للتباحث حول استراتيجية مشتركة، لا سيما بأن اللحظات الأخيرة أو في الأيام الماضية كان هنالك تباين في الموقف السوداني والمصري، وأنا في تقدير هذه الاجتماعات جاءت من أجل صياغة موقف مشترك حتى يعني يتم مواجهة هذا التهديد الكبير، باعتبار أن الخيار العسكري ربما قد يكون مطروحا بعد إجراء المناورات العسكرية الثالثة نسور النيل 1 و2، وبالإضافة لمناورات حماة النيل. فالآن كل الخيارات متاحة أنا في تقديري، باعتبار أن الوفد المصري رفيع المستوى تباحث مع الجانب السوداني وعقد اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. الآن قد يكون هنالك موقف جديد ربما يظهر في الأيام الغادمة، لا سيما بعد التهديدات الجدية التي أطلقها رئيس الوزراء الأثيوبي عبد الأحمد، باعتبار أن أثيوبيا ستقوم بإنشاء أكثر من 100 سد كبير ومتوسط في نهر النيل. نعم يعني دكتور محمد، هل استنفذت مصر والسودان يعني كامل الأوراق للضغط على إثيوبيا، أم أنه يعني بقي هناك أوراق متسعة يعني متسعة من الأوراق للمحادثات؟ في الجانب الدبلوماسي أنا في تقدير كل الأوراق استنفذت تماما، والآن إثيوبيا تناظر وتلعب على حبل الوقت وقد نجحت في ذلك كثيرا، لكن هنالك جانب المصري والسوداني لم يتم تفعيل الخيار المتمثل بدعم المعارضة الأثيوبية، باعتبار أن جبهة التجرية الآن محاصرة وتبحث أموالها. ففي تقدير إذا استطاعت الخرطوم والقاهرة توفير ضمانات وتوفير مساحات لحركة المعارضة الأثيوبية، ربما يسهم ذلك في مزيد من الضغط على أبي أحمد وحزبه بالنهضة والازدهار، باعتبار أنه الأوضاع في أثيوبيا معقدة جدا، باعتبار أنه من المزمع إنعقاد أو إجراء انتخابات في هذا الشهر وتأجلت كما تأجلت في أغسطس الماضي. فعموما المشهد الأثيوبي مرتبك ومعقد، يمكن للجانبين المصري والسوداني الاستفادة من هذه الفرضية من أجل الضغط على أثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بحيث أن الآن الاتحاد الأفريقي أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه غير قادر في الضغط على أثيوبيا وكذلك الضغط على السودان ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشكيل. نعم وصلت الفكرة دكتور محمد تورشين أكاديمي ومحلل سياسي حدثني من باريس، شكرا جزيلا لك.